الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في المنظار اهوت، طبعا زي ما حضراتكم شايفين المريضه نايمه تماما. احنا دلوقتي في المعده، المعده الحمد لله كويسه جدا، ما فيهاش اي التهابات، ما فيش اي قرح، دي الحاجه اللي احنا بنتاكد منها. دخلنا برضو الاثنى عشر والامعاء بتاعتنا، الحمد لله الامور كويسه. دلوقتي اخر حاجه بقى هنطمن على المريء، ساعد جهاز البالون. المريء كمان زي الفل برضو كويس. احنا هنحط البالونة. يلا سلام. لازم تسمع. كنت على جل. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنحط البالونه، المريضه مش حاسه اي حاجه. احنا دلوقتي هندخل عشان نشوف البالونه مكانها فين. احنا دلوقتي في المعدة تاني اهوت والبالونة موجودة. دلوقتي احنا بنظبط مكانها زي ما احنا شايفين عشان نبدأ ان احنا نملى الفراغ اللي موجود جواها. كويس كده، سنة، خد عليك سنة. سنة، تمام، يلا سنة. دلوقتي احنا هنملى البالونة بالسائل المعقم اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده اللي فيه لون. طبعا يا جماعه ان احنا نملى الرقم دوت يختلف من عيان للتاني تبعا لحجم المعده، دي حاجه احنا بنقدرها في المنظار زي ما احنا شايفين. اكيد جدا لو المعده دي كويسه وما فيهاش التهابات وما فيهاش اي مشاكل، الاستيعاب بتاعها باستيعاب البالونه بيبقى افضل بكتير من لا قدر الله ان المعده ديت يكون فيها التهابات او فيها مشاكل. وعشان كده احنا لما بنلاقي ان في التهابات موجوده في المعده ما بنركبش البالونه، بنستنى لما نعالج الالتهابات ديت وبعدين نحط البالونه. البالونه بتتملي اهي، بتبدا تتملي، السائل بيخش جواها. طبعا المونيتور اللي عامل الصوت دوت بيدينا كل الفايتلز او كل العلامات الحيويه بتاعت المريضه وهي نايمه، الضغط والنبض وكل حاجه المفروض احنا بنبقى عارفينها. هو ده الصوت الطبيعي، ده مش معناه ان في مشكله. طبعا احنا دلوقتي بنشوف الكميه اللي احنا المفروض نحطها تبعا لحجم المعده. هنا احنا بنتعامل مع حجم معده كبير شويه، نسبيا كبير مقارنه بوزن المريضه. فطبعا احنا بنتعامل معاه، بس مش الهدف برضو ان احنا نقفل المعدة تماما، ده غلط، ده مش صح. احنا دلوقتي طالعين. ده منظر البالونة وهي في المعدة، صورة صعبة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفراغ اللي موجود في المعدة. احنا خلاص خارجين، نشفط الهواء من المعدة. سي جدا يا جماعة، شكرا، سلم ايديكم.